طبعا أكيد الأفندي مشغول، ليش لحتى يرد علي؟ بيكون عم يهتم برفيقته هلأ. بحبك إلك من قلبه، بحبك كتير مو شوي. هو قال لك هالحكي؟ لا هو ما قال شي، بس أنا بفهمه كتير منيح، باين عليه هالشي كتير. انتي ما فهمتي إنه بحبك؟ أنا ما عم أفهمه، يعني أحياناً أنا هيك بحسه، بس إنه هاي القصة أخوكي واحد مجنون هيك للقصة. بحبك إلك من قلبه أنا متأكده.